السلام عليكم حبيباتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. توحشتكم بزاف 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 بزاف. المهم الاسباب ديال الغياب ديالي غنهضروا عليها في فيديو اخر. اليوم جيت باش نبارك لكم العواشر، نقول لكم عشاكم مبروك، رمضان مبروك، رمضان كريم بالصحه والسلامه ان شاء الله. اليوم حنا 10 في رمضان وجاتني الكولية ديال الوالدة، صدع علينا الحدود ولكن المغرب جات لعندنا. حنا ما قدروش نمشيو والمغرب جا. المهم الوالدة مسكينة الله يخليها ليا، والوالد حتى هو الله يطول في عمره، جابوا لي صيفطوا لينا كولية فيها. المهم غنتقاسم معكم كلشي، غنوريكم كلشي داكشي اللي جانا. الكولية تعطلات لانه كان مشكل في الحدود وبزاف ديال الكيران اللي ما جاوش في الوقت، راها نورمالمون كانت غادي توصلني في الاول ديال رمضان ولكن تعطلات. وحنا دابا غادي حنا 10 في رمضان، المهم رمضان راه باقي مطول معانا ان شاء الله. وانا كنهضر معكم وطالع مع طالعه ديك الريحه ديال الحلويات، ديال سلو، ديال التوابل، ديك الريحه كنشم فيها اللي سكت فيها، ديك الريحه كنشم فيها مع الصيام جابت لي الجوع. المهم انا غادي نوريكم داكشي كامل اللي جا ان شاء الله. يلا بدينا. انتم كيف ما كتشوفوا الوالده مسكينه، عرفت اول حاجه هي الحلوى بعدا اللي صيفطات ديال. المهم هذه راكم عارفين كعب غزال، هاد الحليوات هادو حتى همايا كيف ما كتشوفوا. فوالا هادي هاد الكريبينات هادو كيفكروني في الطفوله. هذا كاوكاو ديال داك اللي داير به السكر، وهذا كاوكاو العادي باقي كيبان مكرمل تبارك الله. هادي الزريعه، الزريعه الكحله، كنحمق على الزريعه. ماما مسكينه كتخاف عليا حيت كتمرض من صيفطات ليا غير شويه، قالت لي لا ما صيفطاش لك، قلت لها لا صيفطها بيا ولا بها. هنايا عندنا عاوتاني كعب غزال، حيت اي لسه كتحمق على الكعب غزال، صيفطات ليها مامي صبيره توصلنا للعيد ونفوتو لديك الجي ان شاء الله. هادي عرفتي هادي شنو هي؟ راه غير تعوجات حيت كانت هي راه كانت طرف طويل بحال هكا، ومع الكوليات بقاو كي يحطوا حاجه فوق حاجه شي حوايج تهرسوا. هذه راه نوقه، ها انتما البنات شي نوقه نوقه، واو نوقه ديال الطفوله. ملي كنت صغيره كنشري 10 دريال 4 دريال ديال النوقه. هذا براد، هذا بيريد، صيفطاتو الوالده، صيفطاتو للزوج ديالي هو عزيز عليا اتاي. هنايا عندنا هذا الزعتر، هذا الزعتر، هذا النافع، الحلبه، الزنجلان، حب رشاد، حب رشاد هذا صحي مزيان، هذه السمينه، السمن، ها هو هادي الزريعه ديال الخبيزه، وغادي نغرسها باش تنوض عندي الخبيزه حيت تفقست هاد العام. هذا شريتها واحد المره ومن بعد صافي ما بقيتش لقيتها، غادي نزرعها وغادي نشوف واش غادي تنوض ونوريها لكم ان شاء الله. هادو التوابل هانتوما، المهم التوابل راكم عارفين كلشي، انا راه غير فرحه وصافي بغيت نوريكم. هذا النبك، كنحمق على النبك. هذا هادو المساخن، يا سلام ان شاء الله غادي نديرهم في الرفيصه ليله 27. هادي التخليطه ديال القطبان، هذا الخرقوم البلدي، هذا سكينجبير. المهم ماما راه كاتبه ليا كلشي. هذا الكمون مطحون، وهذا الكمون صين، كمون حبوب. اشنو هذا تاني؟ ها هذه المروزيه، ها هي
المرازيه هذه ورقه سيدنا موسى، ورقه سيدنا موسى مطحونه، ها هي كتجي زوينه حتى هي في التتبيله. هذا القزبر، القزبر حبوب، وهذا القزبر مطحون. المهم هذا الشيء خصني حتى نتفرغ ليه ونديرو في القريعات ديالو. ها نتوما تقولوا حنا عند العطار. شوف ماما مسكينه صيفطت ليا الزعفران، الطماس ديال الزعفران، الطماس ديال السمن، ها هما. ها هي ثاني طماس الزعفران، هذه ثاني، هذه هي طماط ديال السمن، السمن الحر، ها هو. المهم هذا خصني نديرو في شي سوبر ونسد عليه باش ما تبقاش الريحه عاطيه، كتشم ريحته من هنا. هنايا شنو هذا سميتو؟ سلو. ها نتوما شوفوا معايا، يا سلام. وي اللي لسه ما كتبغيش انا عزيز عليا. ها نتوما سلو راه غير مع الترونسبور، وهذا الشيء راه ماما دايره في هادي، وزادت دارته في هادي سوبيره اخرى، يعني جوج سوبيرات. ورغم ذلك راه دار خرج من سميتو. المهم معليش كما عارفين مع الدرديف هذه مسكينه عوجوها، شو كيرجعوها. هذا فيها البريوات، البريوات زوينين. ها نتوما البريوات، غادي نبدل لهم السوبيره حيت هذه مسكينه واجت مع الترونسبور. معليش المهم وصلنا داك الشيء بخير وعلى خير. ها نتوما شوف الله يسمح لينا من الوالدين كيبقاو معلقين. صيفطات ليا هادوك ديال، شفتو كي ضحكوا. كي ايه دوري مزيان. كيضحكوا كيبتسموا، كيبتسموا بحال كماما. هادو ديال التوابل. المهم صيفطات ليا دوك اللعيبات اللي بغى يدير فيهم هكا. جاب الله ما كتشد في الكاميرا، طاحت فوق فوق تحتي، حشمات. قلت لكم هادو سميتهم فاش يدير الواحد هكايا زويتينات. ها نتوما ورقه سيدنا موسى، هادي تاهي ثاني ورقه سيدنا موسى، هادي حبه الهيل وقع قله وبسيبيسه. المهم داكشي خصني حتى نزلو كل حاجه نديرها في المكان ديالها. طويجين على مزيناتو زويون. المهم راكم عارفينات والده مسكينه صيفطت ليا قليب باش نصايبو الحلويات ان شاء الله. البوق عقلتوا البنات على البوق ديال الطفوله، باش كنديروا حلوه البوق باش نصايبو ان شاء الله الحلوه في العيد. هادي دارت ليا فيها ماما سميتو الحنه، هانتوما الحنه والصابون البلدي. عرفتي الصابون البلدي قربي تقاده، ها هو صفطاتو ليا. عرفتي غنبقى نعوم تال العام الجاي ان شاء الله. وي اللي لسه قالت لك هادي ديال الكسال، انت عرفتني كنفركها. هانتوما هادي. المهم هادو غير اللوازم ديال الحمام، صيفطاتهم لينا الوالده. هذا الكيس، المهم الكيس بلا من سميتو ما كعارفين هانتوما حيت ماما لواتهم الكيس وسميتو داك ديال ماما مسكينه كلشي كتفكر فيه. المهم هادشي حتى من بعدو ونشوف واش كاين. بلاتي ندير واحد
هادي شناهي؟ هادي الشباكية اللي تنحلم بيها من بداية رمضان وانا تنتسناها. هاي عرفتي ريحتها؟ اش غادي نقول لكم، واحد الريحة يا سلام، ريحة عاطية، ريحة مزهار. وريحة هاد الشباكية صيفطاتها ليا صاحبة ماما وخالتي فوزية. شكرا لك بزاف 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 بزاف، ربي يخليك ويطول عمرك. فكرتي فيا وصفتي لي الشباكية مصايباها بيديها. ها انتوما شوفوا كي داير، يا سلام تبارك الله عليك خالتي فوزية، وشكرا لك بزاف اللي عطيتك صحيحتك ملي تفكرتيني وصفتي لي الحلوة. مسكينة هي ما نساتنيش هذا المورد. هادي ديك سميتها لويزا وصافي، ما نسيت حتى شي حاجه. هادو كادوات ديال الدراري. هادي المهم راكم عارفين دوك المانيكات اللي كتصيفط لي كنديرو في البلاطو. ماما مسكينه مصيفط لي واحد مذهب واحد فضي، ان شاء الله نحطهم في العيد ان شاء الله. ها كتحلي الكادو ديالك، يلا لسه بغا تحل الكادو ديالك شوفي شنو فيه. ساره فرحانه، ها انتوما. ايوا يا لاله براسك ماميا. اوفر، ها انتوما الشريبيل القندوره. هادي الفوطه ديال الشر، هادي القنبوة. وري وري نشوف. واو زوين هيك. شكرا مامي. شكرا مامي. وهذا هذا لك سميتو الشربيل بليغة. حلها هادش نشوف. واو زوينة، جربيها شوف، جربيها شوف جربي شوف جربي. مزيان مشتي. هذا الكادو ديال إياس. نعم هاك ها هو جا فوقته. يلا واحد دورة حل نشوف، جيبي لها نشوف واش فيه. هي 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 بزاز، جرب ادير عليك، جرب عليك شوف. وجدتك يا هاديك نيشان، ماما عارفة القياس صحة. المهم هانتوما كيف ما كتشوفوا داكشي كامل جا في هاد الصاك هذا، وراه
عرفتي داك الشيء دك دك مسكين. المهم ما غير من غير السوبيرات حيت داك الشيء كان اومبالي مزيان، ماما حتى هي دارت لهم شي عقدات ديال القلب اللي ما يصايبش الواحد ملي تيطلع عليهم. المهم بغيت غير نتقاسم معكم هذا الشيء ونتقاسم معكم سيختو الفرحه ديالي باش شميت هاد ريحه البلاد. تنتمنى تكون هاد الفيديو عجباتكم، وتنتمنى حتى نتوما يا اللي مازال ما ساعدوش الحظ انه يشوف عائلته ان شاء الله تحيد علينا هاد الوباء، ترجع للامور كما العاده، وان شاء الله نشوف احبابنا ونشوف عائلتنا. يا ربي امين. شكرا لكم على المتابعه، ورمضان مبارك سعيد، وان شاء الله ما غاديش نغبر عليكم ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. بغيت غير نشكر مره اخرى قبل ما نقفل هذا الفيديو خالتي فوزية، شكرا لك بزاف بزاف بزاف، ربي يخليك ويطول عمرك لا عطاك صحيحتك. شكرا لبابا، وشكرا لماما، وشكرا لخويا الله يخليكم ليا، ديما مفكريني وديما في كل عيد وفي كل رمضان ما كينساونيش، راكم في القلب. وتنتوما المتتبعين ديالي كنبغيكم بزاف بزاف، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله. مع السلامه.